أحمد سيجي الماسي، ناقد سينمائي وتلفزيوني مهتم بتاريخ السينما بالمغرب. كان انطباع أولي أو انطباع عام حول البرامج التلفزيونية المبرمجة خلال رمضان الحالي، خصوصا على مستوى يعني الأعمال الدرامية والأعمال الكوميدية. الملاحظ هو أن هذه الأعمال ما فيهاش جدة على مستوى المضامين، كاين هناك تكرار النفس يعني تقريبا المواضيع اللي تناولوها الأعمال ديال السنة الماضية أو السنوات السابقة مع بعض الاستثناءات. هذه الاستثناءات القليلة جدا تيمكن لي نذكر مثلا واحد السلسلة تراثية تاريخية وهي الوحيدة في البرمجة ديال هذا العام اللي فيها ربما إطلالة على واحد المرحلة في التاريخ ديالنا يعني المغربي، اللي هو مع كامل الأسف مازال الدراما المغربية ما تتحاولش تستغل الشخصيات ديالو والأحداث ديالو في الأعمال ديالها. هذا العمل الاستثنائي اللي هو مع كامل الأسف وسلسلة فيها غير بعض الحلقات تتعرض بمعدل حلقة في كل أسبوع، هو حرير الصبرة. حرير الصبرة للسيناريست المتميز الأستاذ محمد منصف القادري، والإخراج ديال الإبن ديالو يعني المتميز كذلك يزيد القادري، بمشاركة مجموعة من الممثلين الشباب وممثلين المخضرمين، وكذلك مجموعة من الوجوه يعني المسرحية والسينمائية والتلفزيونية يعني المحلية. هذا مسلسل فيه واحد جدة لأنه تيحاول يبين واحد الوجه المشرق في الحضارة العربية الإسلامية، وخاصة اللي عندها علاقة بمدينة فاس في أيام المارينيين، بحيث تتكلم على ذلك الصناعات يعني اللي كانت مزدهرة آنذاك، صناعة الحرير، صناعة الصوف، يعني واحد مجموعة من الصناعات اللي كانت معروفة في هذه المرحلة، وخاصة أن هذه المرحلة عرفت يعني المجيء ديال مجموعة ديال الأندلسيين إلى مدينة فاس. إذا باستثناء هذا العمل اللي تنعتبره أنا شوية يعني فيه اهتمام بالتاريخ وبالتراث، فأغلبية الأعمال الأخرى فهي أعمال اجتماعية تتناول قضايا ديال مثلا داخل العلاقات المتوترة داخل الأسر المغربية بين الأزواج أو بين الأبناء والآباء، أو تتكلم على مثلا الصراعات اللي تتكون في بعض المجالات والتنافس اللي كاين بين مثلا بعد لا بغينا نقولوا المشتغلين اما في لافيراي او في مجالات تجاريه اخرى. اذا بشكل عام ما لاحظت شيء ان هناك واحد تقدم او تطور في هذه الاعمال الدراميه في هذه السنه، باستثناء بعد لا بغينا نقولوا الاعمال اللي هي محدوده. يمكن لي نذكر على سبيل المثال بنات الحديد، مسلسل بنات الحديد وفيه مجهود على مستوى الكتابة ديالو السيناريستية، لأن وراء السيناريو واحد سيدة متمرسة اللي هي فاتن اليوسفي، واللي هي برهنات على أنها متمكنة في كتابة السيناريو منذ أعمالها يعني السابقة. والإخراج كذلك قام به واحد الشاب اللي هو دار السينما، واللي سبق له شفنا له في السنة الماضية المسلسل الناجح المكتوب اللي هو علاء أكعبون. هذا العمل تنعتبره شخصيا هو الطوب، هو أحسن ما أنتج بالنسبة للقناتين الأولى والثانية، ولكن هناك أعمال أخرى تهي فيها جوانب ديال القوة وفيها جوانب ديال الضعف، ولكن الخلل الملحوظ اللي تيتير دائما الانتقادات من طرف يعني المتخصصين ولا من طرف الجمهور العام هو السيناريوهات. مازال ما عندناش أعمال اللي السيناريوهات ديالها محبوكة بشكل يعني قوي، واللي الأحداث ديالها متماسكة والروابط بيناتها تتكون روابط منطقية. مازلنا نشاهد مثلا مسلسلات السيناريوهات ديالها تتعتمد أساسا على الصدفة، مثلا تتلقى باش يربطوا ما بين حادث وحادث، غالبا الصدفة هي اللي تتكون العامل، وهذه مسألة تلجؤ لها الناس اللي هما ما تيجتهدوش، لأن هاد السيناريوهات كما هو معروف نادرا ما تتلقاها مكتوبة من طرف محترف متمكن. غالبا تنشاهدوا في جينريكات ديال هاد الأعمال خاليات الكتابة،
خلية تيكون فيها غالبا المخرج ومعه واحد جوج الناس او ثلاثة. وهاد الناس اللي تيكونوا في هذه الخلية غالبا الكتابة تتكون كتابة فيها نوع من التسرع، ما تتكونش فيها عمق، تتكون سطحية، ولهذا هذه السيناريوهات تتكون سيناريوهات هشة وتتكرر نفس المواضيع في كل موسم، تنلاحظوا نفس المواضيع مع استثناءات بطبيعة الحال قليلة. كاين بعض المسلسلات اللي ربما تثير من حين إلى حين بعض القضايا اللي هي ربما جديدة واللي هي مثلا تشغل بال الرأي العام.